اخبار اليوم. انت مغير خالص السكه، جايب ثلاث شباب صغيرين وعليهم عضو مجرد ايهاب، لانه ايهاب اللي هيطه بيحب يمسك ورقه وقلم، شخصيته كده. يعني بيقوم الصبح مع نوتة يكتب 10 حاجات ويشطب كل ما يعمل مشوار. فانا جايب واحد يقعد على هدوم، مش كنا بنلعب زمان ان واحد يقعد على هدوم؟ صح، يبقى دقيق واخد باله وصاحي وكده. فيبقى واحد اخد باله من حاجتك، وبالتالي جبنا ثلاث شباب صغيرين لهم مواصفات. واحد بيعرف في السياحه وبيتكلم اسباني. راي احمد قال لك انت جايب جاسوس تاني الكلام. وولد كان بيشتغل في الكاف عنده الابلكيشن. وعندي الولد الثالث اسمائهم ايه لو عايز، موجود من جوه. محمد صلاح، محمد صلاح ده اصلا بتاع رامي سياحه. رامي بكر ده رامي بكر محمد، ومحمد ايه محمد طاهر النجار، ابن طاهر النجار، شغل كل الاتحاد، لان العيال دي هتيجي غريبه، عايزين واحد من القلب يساعدهم. وجبت عليهم المهندس ايهاب الهادي. تعال شوف اللعيب، اي واحد في كره كاس يسال اللعيب انت ايه اللي هيل تغير اللي عندك، يقول لك تغير. احنا كنا في منتخب، روح ليه حاجته منظمه، اكله وشربه ولبسه وحاجته مظبطه. مفيش الحقيقه برضو الاتحاد ما قصرش، انا طبعا لما انا موجود ما قدروش، ما اخروش حاجه خالص. الفلوس بتاعت اللعيبه بالظبط موجوده، اللي بتوعده بتنفذه مع اللعيب. هتعمل كذا هتبقى مقابل كذا، وبالتالي كل العمليه انتظمت. حضرتك في الانتخابات، انا معلش بسال حاجاتك بعمل اسئله كتير. حضرتك التزمت بمبدا الثمان سنين في الانتخابات اللي فاتت، ولا كان في ضغوط عليك انك ما تنزلش؟ ورايك في موضوع الثمان سنين، هل مخالف للميثاق الاولمبي ولا الفيلم ده ايه يعني؟ لا لا، انا مع الثمان سنين. انا مع الثمان سنين، انما اللائحه الاتحاد المصري هي اللائحه الوحيده التي يجوز ان تقوم على الانتخابات حتى الان. يعني لما هو في اتحاد لا، ما فيش مش حتى دي معرضه كمان للبطلان بالنهج الدستوري. ليه بقى؟ لانها فيها مرأة وفي ده تمييز ضد بيمنع الدستور يعني. والله حضرتك احنا في الاتحاد الدولي معتمد، مش يا ريت، ده احنا فرضنا في انا يعني حاجه الدستور المصري اللي بيقول كده، مش عارف. لا انا بقول لحضرتك مجلس الشعب مش دستوري اصلا. نعم، مجلس الشعب مش دستوري. ما دستوري في مرأة ومسيحي لدورة واحدة ماشي. خلينا في الكوره دوره واحده بس. بص حضرتك كمل اللي انا عايز اقوله، انه احنا في الاتحاد الدولي انا سعيد ان انا طبعا كنت، مفيش حد يمكن حتى في مصر اشد مني بس شتمني بس ان انا في لجنه الاصلاح في الاتحاد الدولي ممثلها من افريقيا. هنسالك بعد كده يعني. احنا قلنا كل قاره يبقى ليها مقر، لانه اللي حصل في الرياضه بالمراه احنا يمكن مش حاسين ان حاجه غير طبيعيه. كاس العالم في كندا حاجه خياليه، سواء من اداء من الجمهور من التسويق من كل حاجه. وبالتالي احنا حطينا في لوائحنا الكلام. نرجع لثمان سنين، ثمان سنين انا مع الثمان سنين، خاصه هو الحق الاصيل لثمان سنين الجمعيه العموميه وليس القانون. يعني الجمعيه العموميه وده اللي هيتحط في القانون، ان هي تدي الحريه. انا مع ثمان سنين خاصه من الرئيس، يعني انا بعد ثمان سنين كمان مش هطلع من حاجه. يطلع حد يبقى شيء مع الاعضاء، ده قرار جمعيه عموميه.